وينضم إلي هاتفيا نائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. سيادة النائب أهلا بك معنا في أون لايف. ماذا أعددتم من إجراءات سواء طلبات إحاطة أي نوع من أنواع الدعم تقدمونه للضحايا أو حتى مقترحات لتطوير منظومة النقل وتحديدا السكك الحديدية طبعا في أعقاب هذا الحادث الأليم؟ الأول بداية نعزي أنفسنا ونعزي أهالي ضحايا نتيجة الحادث الأليم. للأسف الشديد الوسيلة الأكثر أمانا أصبحت هي الوسيلة الأكثر قتلا في مصر وهي السكة الحديدية. حضرتك إحنا قدام تكرار الحوادث خلال العامين الماضيين أو يعني من ذي خط، فإحنا هنتحدث عن العامين يعني آخر عامين اللي إحنا موجودين فيهم. إحنا بقالنا سنتين معاه السكة الحديد مش عارفين نضع خطه لتطوير السكه الحديد حتى تقريبا. للاسف الشديد يعني منظومه السكه الحديد بداخلها منظومه فساد وقطع المنظومة. العنصر البشري الموجود، احنا دائما بننفعل ويكون هناك رد فعل للحدث الموجود. احنا عايزين ناخد الموضوع بمعطيات اكثر. احنا عندنا مشروع قومي للطرق نجح لان الرئيس اعلن عن تطوير الطرق بمشروع قومي للطرق. انا من عشان ننهي هذه الاشكاليه الخطيره اللي احنا بنتكلم بانتقاص لان انا لسه جاي من موقع الحدث للاسف الشديد، يعني ان لابد ان توضع هيئه سكه الحديد كمشروع قومي للتطوير ونبدا بالعنصر البشري الموجود اللي بيتعامل مع الامور بعقليه سنه 60 للاسف الشديد. القصه مش في اقاله وزير او اقاله رئيس هيئه او انت عالم بالحدث. ازاي انا يكون عندي معاهد لتدريب السواقين وتعليمهم ومش موجود على الطبيعه؟ ازاي انا مفكر نشتري برار ب 40 مليون جنيه وانا ما عنديش عنصر بشري يستطيع فنيا ان يقوده؟ الامور عايزه ملف السكه الحديد بالكامل انه يتفتح ويكون خريطه واضحه وشفافيه، بلاش نضحكوا على بعض كل يوم بالتصريحات الرنانه التطوير ثم التطوير. طب سيادة النائب انا هعود ويعني هتوقف مع حضرتك عند ملامح هذا التطوير الذي تتحدث عنه واذهب الى دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه للتعرف على اخر حصيله للضحايا. دكتور اهلا بك، ماذا بشان اخر الارقام الخاصه بحصيله ضحايا هذا الحادث؟ دكتور خالد إذا كنت حضرتك تسمعني كنت أسأل عن آخر حصيلة للضحايا من حادث قطاري تصادم بالإسكندرية. طيب أعود مرة أخرى إلى سيادة النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. سيادة النائب كنت حضرتك تتحدث عن أهمية تطوير العنصر البشري كأحد ملامح التطوير الخاصة بتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر، تفضل. دي اهم نقطه لان احنا عندنا يعني هيئه السكه الحديد في السابق كان في اكثر من معهد لتدريب السائقين وتدريب الفنيين. للاسف الشديد المعاهد دي كلها قفلت للاسف الشديد. احنا يعني لابد ان احنا نضع اولا بالنسبه للحدث الجلل اللي احنا اتفضلوا ازاي نضع المتسببين في هذا الحدث من تحت لفوق. من الساهل نتكلم في اقاله وزير او اقاله رئيس هيئه. احنا عايزين الناس اللي معطله هيئه تطوير السكه الحديد من اللي موجود لغايه ما نطلع فوق لرئيس الهيئه. لابد من اعداد تقرير كامل عن اسباب هذا الحادث تحديدا واسباب تعطيل مرفق السكه الحديد اللي الناس كانت بتأتمن ان ده الوسيله الاكثر امانا في مصر، والنهارده هو اللي يعني من خلاله كل يوم ضحايا جدد وكل يوم حوادث اكثر. انا في اعتقادي دائما للاسف الشديد ان احنا في مصر اي شيء عايزين ناخده بفعاليه لازم يبقى في قرار سياسي من السيد رئيس الجمهوريه. يا ريت صوت يوصل ويكون تطوير هذه السكه الحديد تعتبر مشروع قومي من ضمن المشروعات اللي بيتبناها السيد الرئيس، لان احنا السكه الحديد انا بعتقد مهما هتجيبي 100 وزير وضحت الصوره. نعم لو هتجيبي 100 وزير مش هيعمل حاجه. نعم وضحت هناك الصوره. هناك قلعه فساد منظمه داخل هذه السكه الحديد تبدا من تحت مش من فوق. وضحت الصورة، شكرا. نعم شكرا لك سيادة النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.